لسر انصاري باكور و روشلات سوريا كو هر کس زاكت يقادان و ددوه مجداري ببرتنين ايرو لنافچه تربس بيجي و بدروشميا هر در روشا وايا هر در برخودانا قلي نافچه تربس بي داكت نقادان و ايريشن داگر كريا دولتا ترك لسر هرمي باكور و روشلات سوريا شر مزار کرين قلي كو داكت يقادان با آلين قصده و كونغراستار كو راش بوناوان بدست خو و دروشميا ام حمي قصدنا بمرا داگر كريا دولتا ترك ناج عثمانيا نورا بفان دروشميان جبردريه كونغراسار حيا لبرشارة داريا باجاري تربس بيه مشيانا افروجا كديرو كيش بوي ما حمو كردا او ايرو ام دركتنا بشت كريا هيزي خوي قصديجي ومش دا كريا تركرجي ام بجنا ايدي بصا ام يسر اخا خوبن سر خاكا خوبن يعني تشقا ايريش ورنا سر ما ام عرضا خونا بردن مي بشت هيزي خوي قصدي ويبجي ويبجي بن ايرو ام مشاما بشت كريا شرواني ميا پشگردیا یپگی و یپجی و قصدیا ایرو ام دایگی شهیدانا ام پشگردیا شروانه خود کن ام پشتا شروانه خونه حتا نقطک خوین دی جانه دایگی شهیدا دهبه ایرو ام پشتا شروانه خونه ام دی بیجن ام حشفر روشانه دا بیتی برخدن تکوشی جبوي في ناجي أمد بيجين خطا ما خياي تهندل سوني دي بلكي دحن صالك ادي ودحن دمك ادي أمد مرحلان دي روكيد درباز بن إننا قدمنا آلاف الشهداء من أجل هذا التراب. اليوم الأحداث السياسية والعسكرية التي تسير على أرضنا هي مخطط لها وبدعم من دول الشرق. طاغية تركيا بدأ بهجومه على رأس العين وعلى تل أبيض بمخططات هو يريد احتلال بلادنا واحتلال ثرواتنا والعالم كله ينظر إليه بل بعض المظاهرات من بعض الشعوب ونشكرهم على ذلك ضد هذا الطاغية إن هذا الطاغية أقول لكم أيها الشعب الكريم شرد شعبنا وقتل أبنائنا بإرهابيين شذاذ آفاق